اسمي عمر كساسبة وبنتسب لمركز العبقري الصغير اللي منه اكتسبت موهبتي منتال كالكوليشن حساب ذهني. عمر بيطالب بالمرحلة الأخيرة الليفل الثامن، نحن منركز على تنشيط الشق الأيمن من الدماغ، تفعيل الخلايا الدماغية عند الطفل إنها تعمل بصورة صحيحة وفعالة، والنشط فيها بتأثر عند الطفل إيجابي على قوة التركيز عنده، قوة الملاحظة، بتنمي عنده كتير مهارات الحفظ والسرعة بالقراءة والكتابة، بالإضافة للمهارة اللي بيكتسبها معنا من الليفل الأول اللي هي السرعة بحل العمليات الحسابية. جاهز؟ تمام. 42 7 minus 36 6 10 minus 19 6 61 77. برافو عليك. 49 minus 27 minus 2 minus 20 78 minus 56 22. برافو عليك. جغرافية العداد. العداد الرقم. تخيل. تسمحوا لي للتصويت مباشرة. الأستاذ ست سهير. نعم. أستاذ رانيا. نعم نعم كتير. أستاذ محمد الشواهين. نعم. أنت أخذت 3 نعم، يعني تأهلت للمستوى الثاني، بس رح تأخذ هلا 4 نعم عشان تكون نعم. بداية حلقة اليوم كانت مع موهبة من نوع تاني. أي يوم فيه طفل أردني موهوب في أي مكان بالأردن معناته يوم له عنوان عندي وعنوان مهم. بس أنا فعلياً متفائل اليوم لأنه يعني أول يوم في عمان تجينا موهبة بهذا الشكل، أعتقد كل يوم نرى.